يسعد اوقاتكم مشاهدينا وين ما كنتوا عم بتتابعونا حلقه جديده من الريف، برنامجكم اللي عودناكم اكيد نروح فيه على قريه من قرى اللاذقيه لنتعرف على معالمها السياحيه واكيد واقع الخدمي. واليوم اخترنا لكم قريه المزارعه لنشوف اكيد واقع الخدمي ومعالمها السياحيه. خليكم معنا وتابعونا. أنا رئيس بلدية المزارعة، مركز بلدي، مركز ناحية. عدد سكان البلدة 5300 يعني وشوي تاني. يتبع لبلدة المزارعة قرية شبل، بيت جبرو، كرم سنسال، كرم المرج، كرم الحلواني، الجوانية. المجموع يعني 5320. تبعد عن مدينة اللاذقية حوالي 30 كيلومتر شرق مدينة اللاذقية حوالي 30 كيلومتر. طبيعتها مثل ما شايف في طبيعة جبلية جميلة، بتشتهر بزراعات الخضار والفواكه وأكثر شيء أشجار الزيتون، فيها شجرة الزيتون هي الغالبة على الزراعة عنا. تبغ حبوب وفواكه لوزيات بشكل عام. مثل ما شايف فيها تكسر فيها المي الطبيعية الينابيع. ينابيع بالبلدة فيها حوالي 10 ينابيع طبيعية، منها شيء مستثمر وشيء غير مستثمر. في بالمركز البلدي خدمات لا بأس فيها، مستوصف، وحدة إرشادية، مركز بريد، مقصف تابع البلدية، صيدلية، عيادات أطباء، جمعية فلاحية، وثانوية، إعدادية، ثلاث أربع ابتدائيات يمكن. كله تابع للدولة باستثناء مدرسة شبلو، هي أجار على أساس يعملوا لها بناء رسمي. عندنا مركز لضخ المياه كمان، عم نول، تفضلوا مشكورين وفتحونا بئر ارتوازي. عم يسخن المزارعة وضيع تاني كيمين يمكن والستانية وبرات الضيعة الفايد منه عم يروح. بتعرفنا عن حالك؟ باسم اسماعيل، من سكان قرية بيت جبرو بلدية المزارعة. شو الخدمات الموجودة؟ أسوأ ما يكون، النظافة، الطريق طلعتوا عليها بعتقد وشفتوها، بلدية ما في، كأنه ما أنه موجودة يعني على الورق أكيد في بلدية ومن أقدم بلديات المحافظة، بس عمليا على الارض ما انا موجودين نهائيا. هاي من اسوء ما يكون، دائما الحجي انه ما في مازوت او ما في سائق وما في كذا وما في رئيس البلدي، بعدين ابن الضيعه ما في حدا غريب يعني طالعين ونازلين على الضيعه وبيته، هاي اول الضيعه ما بدها شكوى، يفترض انه تكون بالعلم مجرد واضحه. ما في شيء غير النفايات، هاي اكبر مشكله لانه هلا بانتشار هالامراض وهالجراثيم، هاي اكثر شيء بتاثر على المواطن، والمشكلة كل المشاكل هاي على طريق المدرسة والطريق العام، يعني بين البيوت وبين الأهالي وبين الأطفال. مواصلات لا مقبولة، مواصلات كتير مقبولة، الخبز مقبول، كهرباء معروف وضعها. أنا مو أقول إنه والله ما في كهرباء، لا في كهرباء. ليش ما في كهرباء؟ لأنه هون هسا نحن منطقة هون تعب على هاي القرى المقابلنا من خط تاني، عنا بتنقطع ساعات كتير ومقابلنا جاي مباشرة بالعين المجرد مبين علينا وواضحة. أقل ما يمكن الكهرباء وشوية نظافة، ترميم الطريق، يعني هاي أقل ما يمكن بالوضع البلد وبالوضع الهي. ما كتير فينا نطلب طلبات ثقيلة، بس هاي من البديهية ما كتير بدها تنيحكوا فيها. كل ليتها مشاكل والله، ها فيها شغل مشاكل بالغلا بالزبالي بكل شيء، أفي شغل فيها، الكهرباء تجيهن بتضل مقطوعة أبتجي إلا القليل، شو فيها؟ والله أفي شيء، لا فيها فرن، لا في أفي شيء. طبعاً بتطالبوا حتى يأمنوا لكم، شو أنتم بحاجة بالضيعة؟ ما بعرف إذا ما يطالبوا. شو مطالبكم مع شو أنتم بتشتكوا؟
لا في فرن وغلى ما معقول، وهاد هاد الدكان غير هاد الدكان، وهالسياره غير هالسياره، وهالزباله هيدا مبين عليك بلا ما هي. شو المشاكل اللي عم تواجهوها هون انتم اهالي المزارعه؟ قلت يعني كل شيء، مي عم تجينا من العالم خلق، كهرباء ما في نهائيا، بثلاث اربع ايام بتضل بعد احيان، يوم تجي ساعه تنقطع ساعتين، زباله لا تحدث. يعني زبالي نحن مقابل محلنا يعني يوميا انا بدي كنسة، انا عندي محل قدموني واسمان والبان واجبان، يعني لازم يكون قدام محلي نظيف. يعني بعد احيان بيجي العالم بيقولوا لي انه انت محل البان واجبان لازم يكون محلك نظيف، يعني ولا بتيجي فوق كل هذا الضريبه، بيطلع عليك الضريبه دبل، ضريبه نظافه، طيب وين منين؟ ضريبه نظافه بدي ادفع، لازم يكونوا هن ما ينظفوا، ما صار الحكي، لا والله معناتها انا لازم هن يعطوني لانه انا ما نظف قدام محلي. ليك شرايط الكهرباء على بعضها، زبالي مقابل محلي، هيك بتصير. كل قد ايه مثلا بتجي عامل البلديه بيشيل هاي الوثائق؟ ثلاث اربع ايام تيجي مره، يعني بجوز هلا شايفين هيك شالينا، ما بعرف ايمتى اجوا شالوها، كل ثلاث اربع ايام مره. هلا انا وجاي على الضيعه لاحظت انه في نفايات متواجده على الرصيف، طب هي كمان ما أنا مشكله انه انتم كمان جايين على صيف ممكن تنتشر الامراض؟ والله اكيد مشكله هي انه يكون في نفايات على الطريق، ولكن هذا الموضوع يعني بتصير ايام ايام ما دائم، يعني ايام بتتواجد نتيجه بيكون عندنا. طبعا سالنا البلديه عن هالموضوع، قال في نقص مازوت، ايام كان في خلافات مع سائق التراكتور، يعني بتصير هيك خلافات، بس هذا ما هو هالهم الكبير بالنسبه لموضوع الكهرباء. ليش ما في غير عامل واحد او سياره واحده تجي تشيل هيدي؟ لا ما في غير سياره واحده، سياره واحده بتشيل الزباله. كل قد ايه بتجي تشيلها؟ والله نحن عم نشوفها يعني ما في اسبوع ما بنشوفها على القليل مرتين ثلاثه يعني، وبس هي الضيعه لها اكثر من محور، فهمنا انه لما سالنا هن قالوا انه في ايام بتكون بغير ضيعتنا، يعني في ضياع ثانيه بتروح عليها السياره، فهذا السبب يعني اللي فهمناه من البلديه. بيطلبوا القمامه ترحل يوميا، علما انه كل نخله قمامه ترحيلها بكلف 8000 ليره على البصه ما بين جراء والمحروقة والسائق والعمال، لأن عامل نظافي واحد. طب ليش ما في عامل أكثر من عامل؟ يعني وأساسا عندنا عاملين، واحد من راعي الجيش ضل الثاني، مندور بنعمل عقد لواحد كم يوم بيكون راح ما بيشتغل، لأنه ما فينا نعطيه كل شهر مصاري، ما فينا. يعني الموظف عندنا، أنا موظف بالدولة فيها أولى لي 45 سنة، هلا ثلاث شهور يمكن قبضت نص راتي. هيك مثل ما عم بقول لك، مخصصات الوزارة لأنها قليلة، أقل من 50% عم يعطونا. إذا بده يجمع بده أربع ساعات جمع، وإذا بده يرحل بده أربع ساعات ترحيل، أقل شيء يعني صاروا 8 ساعات، يعني زاد عن دوام النظام. عندنا تراكتور عمره 35 سنة، في عندنا نحن دفعنا حق ثمن سيارة قمامة ضاغطة، سيارة نظامية من حوالي 5 سنوات ولهلا ما إجا، مدفوع ثمنها بمؤسسة التجارة الخارجية، بس على ما يبدو بطل الاستيراد. ما عندنا غير هالجرار عمره 35 سنة، وأعطاله أعطاله أكثر من شغله، ملاحقين وبنعمل له صيانة بنعمل له. يعني هلا ترحيل القمامة الله وكيلك عملية كثير صعبة علينا، مصاري ما كثير فيه، بدنا ندين مصاري لحتى الرحلة القمامة، صيانة الجرار بشكل دائم، يعني والله وصلت ديوننا ل 300,000 علي وعلى الاستاذ رئيس الديوان من هالسماعة، 300,000 دين ندينا وندفع لحتى نمشي الجرار، خاصة بأزمة المازوت يوم صارت أزمة المازوت. كان لتر المازوت ب 20، صار هلا ب 130 ما بعرف قد ايه. يا سيدي ضلت تقريبا المخصصات نفسها، إلا عم نول انتبهوا لها، زادوها شوي بس المصاري ما زادوها، مصاري ضلت تجينا بنسبة 50%، يعني العجز المادي عندنا بنسبة 50%، كيف عم نغطيه؟ الله ساتره. نطالب المحافظة والوزارة يعني يعطونا مخصصاتنا الكاملة مشان رواتب الموظفين، منشان تأمين مادة المازوت، تأمين صيانة الجرة، تصير الشغل مثالي. ومع ذلك حاليا الوضع بخير، يعني مثل ما لاحظتوا القمامة يعني عم تترحل بشكل مناسب بشكل جيد، والله هاي إمكانياتنا، والله عم نضغط نفسنا أكثر ما نستطيع.
انقطاع في التيار الكهربائي كثير بشكل يعني لما كان جاي هذيك اليوم الكهرباء هون كانت عندنا نهائيا مقطوعه، ضلت شي يومين ثلاثه مقطوعه الكهرباء. شو وضع النفايات؟ النفايات في مكب نفايات، بنتمنى ان يرحلوها برات الضيعه لانه خطر كثير انه في نفايات بالضيعه نفسها، وبكره جاي الدنيا عصيفي والدبان والحشرات وهلا في امراض كثير. اشتكيتوا؟ عم يشتكوا بس ما في نتيجة. لمين عم تشتكوا؟ للبلدية. لمين؟ يعني حكيتوا له الرئيس البلدية؟ ايه كمان نفس المشكلة انه ما في تراكتور انه ينقل الزبالة، ما في، بيقول له هذا اللي بتحجالك ما في مازوت، هذا ما في تراكتور معطل، يوم بيشتغل السنة ما بيشتغل. شو المشاكل اللي عندكم هون بالضيعة؟ والله في بس المشكلة الأكبر هي الكهرباء. الحقيقة أنه نحن سمعنا أنه من 4 سنين ونحن ضيعتنا هي طوارئ، يعني وين ما بدن حاجة للكهرباء بيقطعوها من عندنا، ونحن شعرانين يعني نوع من الغبن أنه دائما بنطلع على الضيعة اللي حوالينا كلها جاي الكهرباء إلا عنا، يعني بنطلع بتعرفي الضياع مقابلة لبعضها، بنشوف أنه بعض المناطق بتجي فيها 4 ساعات و5 ساعات، عنا يدوب على أساس تقنين 3 ساعات، تجي من الساعتين للساعتين وربع، احيانا اقل من ساعتين، ودائما ايمتى بدهم يقطعوا، يعني ما عاد فيه وقت نعتمد عليه انه هذا الوقت دائما جاي عندنا الكهرباء. ما تعاني البلد كثير من ازمه الكهرباء. يعني التقنين تقنين على الجميع ونحن رضيانين بالتقنين، بس ضمن التقنين في تقانين. يعني 3 ساعات احيانا تجينا نص ساعه بثلاث ساعات، ساعه، ساعه ونص. يعني يبدو في ازمه بالكهرباء اكيد. نحن عاملين منطقة طوارئ، منطقة يعني نحن خطة طوارئ مطبقين علينا 3 سنوات إلى خطة طوارئ علينا لحالنا. طيب يوزعوا خطة طوارئ على ضياع تاني أو على بلديات تانية أو على نواحي تانية؟ لا، المزارعة تحديدا خطة طوارئ فيها إلى 3 سنوات ونحن التقنين ما عم نحتاج عليه، عم نحتاج على تقنين. التقنين ضمن 3 ساعات اللي تجينا فيها أو الساعتين كانت تجي فيها والله كانت تنقطع احيانا يعني 75% من هاي المده القصيره، والناس صار شو عندها بالفريزر بالبراد الله وكيلك صاروا يكبوه او يعجلوا يستهلكوه مشان ما ينكب. فهي ازمه. الازمه الثانيه بالبلديه عندنا على مستوى البلديه الازمه ماديه، عم يعطونا نصف مخصصاتنا نحن كبلديه، نصف مخصصاتنا فقط 50% منها. عم نوقع بعجز الرواتب، عم نوقع بعجز ترحيل القمامة، عم نوقع بعجز مثل ما انكم شايفين هلا قانون تاني، والله لنا 3 سنوات ما ركبنا صوبة مازوت ولا كهرباء ولا شيء نهائيا. وراجعنا المحافظين اكثر على مدى 4 سنوات بكتب عديده، ومع ذلك المحافظين عم يبعثوا على الوزاره والوزاره ما استجابت نهائيا ولا جانا اي جواب. هلا 4 سنوات تماما، وعدونا بتشكيل المجلس الجديد يعني بعد 4 سنوات بخطه جديده. يبدو في تمديد هلا، ما بنعرف التمديد اذا بده ينفعنا ولا يضرنا بتعديل المخصصات الماديه اللي عم يبعثوا لنا اياها. الخبز نحن انه مصدر هيك بيجي لهون، نحن بنجيب نوزع على الضيار، عرفتي شو؟ الغاز فيه لا تمام، فرن لا. هلا قال انه على اساس من 3 4 شهور يكون الفرن جاهز. شو بتطالبوا انتوا اهالي المزارع؟ والله تكون الضيعة أحسن من هيك، يعني هاي ضيعة المزارع من ما إجا لهون بيقول إنه مشهورة، يعني مشهورة على مستوى ضيعة المزارع. بيجي واحد بيقول هاي المزارع، والله من قبل كانت جني المزارع، لا والله ما هذه المزارع. يعني بتمنى تكون أحسن من هيك، كل شيء يكون فيها يعني أحسن من هيك. نحن بالبلدة هون ناقصنا فرن، يعني بأمس الحاجة لفرن مشان مادة الخبز. يعني يوميا بلدة المزارعة بتخسر حوالي 12000 ليرة فروق أسعار بالخبز. حسبناها بدقة، حوالي 12000 ليرة فرق أسعار، عم تنباع الرطب 75 وب 80. إضافة للجودة تبع يعني جودة الخبز رديئة. كان في فرن إنتاجه ضعيف وإمكانياته ضعيفة، ومن حوالي 16 سنة لغوه للفرن. فرن مركزه تحتنا بالطابق الارضي ببناء البلديه. يعني البناء ضيق كثير والفرن نصف الي او يدوي تقريبا، يعني ما كان كافي. فبهذيك الايام رئيس البلديه لغاه للفرن. ما صارنا مستثمر له لانه كثير كانت امكانياته ضعيفه.
حاليا وعدونا بفرن آلي واجوا وشافوا المنطقة وطلعوا المقصف عنا وقالوا نحن هذا المقصف بناؤه كتير ممتاز لفرن آلي بده المساحة شي 500 متر وبناء عليه عملنا ترخيص مؤقت وفتحنا عقد الأجار مع مستثمر المقصف وهالحكي من حوالي 5 شهور وعدونا على رأس سنة جديدة يعني خطة 2016 بس مع الأسف لحد الآن مش ماشي. كان عندنا سنة مشروع صرف صحي نفذناه يمكن هذا ثاني مشروع خلال 4 سنوات ومشروع محدود يعني قيمته 2.5 مليون حاليا في مشروع للمواصلات هذا الحفر شفتوه بالشارع للأرصفة هذا هذا مواصلة عم يمدوا خطوط كابلات أرضية على الجبل عبر المزيرة وعنا عم يمدوا بالشارع الرئيسي هذا الخط نحن بنحكيهم على طول على طول انه الشارع الرئيسي بس ضبطوه مثل العالم فعلى ما يبدو انه هذا عندهم هنن كمان مدة زمنية لإنجاز المشروع ما فينا نجبرهم على إنجاز المشروع قبل نهايته علما أنه لاحظنا عليهم عدة مرة أنه الشارع الرئيسي ما تركوه هيك تركوا لا بالنتيجة بالأخير بده يصير يعني يصير الرصيف في شوية حفريات للمياه كمان للكهرباء يعني اللي بده يحفر ما في غير الشارع الرئيسي كل انواع الخدمات موجوده بالشارع خدمات الارضيه يعني وكله بده يحفر كل ما حفروا بنلحقوا نحن بنرمم شوي هن بيرمموا شوي هلا في عندنا مشروع زفت يمكن 2 مليون ليرة بعد كم يوم ان شاء الله بيجي الزفت ومنها بس شتويه قال ما بيزبط الزفت هلا فيمكن ياجلوا لآزار او هيك شيء وترقيع يعني المزيرة مرة نعتبرها شكوى نحن طلب سيف الدين طالب من المزيرة بيت جبرو نحن مرة نعتبرها شكوى بمثابة شكوى مجرد خدمات مثلا في تقصير جدا من الخدمات مثلا ناحية المزيرة من 40 سنة كان فيها فرن آلة حاليا ما فيها فرن هذا السؤال بكتزريني فيني جاوب عنه في مين مسؤول بيعرف انه وين الفرن هي اول شغلة مثلا شغلة مي نحن بيت جبرو انا من بيت جبرو قريه بيت جبرو مي نحن صرنا حوالي هلا 5 سنوات وعملوا مشروع جديد حتى الان ما تخدمنا بالمي شبكات قديمه صعب يعني في عده اعذار في مستوصف الى حد ما مقبول يعني مستوصف واحد يعني يحكي ضميره كويس المستوصف لا بأس هون مركز الناحيه شارع مزيرع المركز يعني اقل ما يمكن انه هالمناظر ما حلوه طبعا برجع وبقول لك انا التقسيم من مين ما فيني حدي ولكن في تقصير اكيد في تقصير نحن عم نسوي مركزات في المزيرة انا موظف مقسمات في المزيرة اكثر من 5 سنوات اذا انتبهتي على شبكة الهاتف سيئة جدا جدا اعطاها المشتركين من سنة من اشهر من 9 اشهر 10 اشهر اعطاها المشتركين كابلات هاتف بيقولوا لك مثلا والله ما في طبعا انا موظف في المقسم مطالب انا مثلا باصلاح الخط مطالب باصلاح خط انا الي ما عتني سيارتي الخاصه ما اشتغل فيها للدوله وهي زميلي بالهاتف كمان 5 سنوات نحن ما نشتغل للمؤسسه مطالبين نحن بالاصلاح شغله ثانيه عملوا اذا انتبهتي نظام شركي جديد نظام شركي الهاتف صار اسم الشركه العامه للاتصالات مثلا موظف بالمدينه بياخذ حوافز 40,000 و25,000 نحن بالريف بناخذ 1000 1400 ليره نحن مظلومين مثلا آلي دراجي للدولة منصلها على حسابنا عرفتي كيف؟ حطيت على الدراجي انا 15,000 حطيت 15,000 وهي بعلمي رئيس المركز حطيت انا مرة ب 15,000 كانوا اولادي احق منا اصلاح ما فيه منطلب كوابل ما فيه وهي زميلي ورئيس المركز شاهد على الحكي حتى يا اختي ايش الكوابل؟
هون هي اول شغله يا اختي الكريمه، هون منطقه ريف، منطقه ريفي، ففي صواعق جدا مثلا بالشتاء بصير صواعق بتنضرب الكبله، واصلاح الكبلات بصير في تقصير كثير. طبعا هذا بيرجع للمؤسسه، بتقدر انه في كبلات ما في. نحن بنعرض مشكلتنا، موتور الالي للدوله صار له 5 سنوات ما بتصلح، 5 سنوات الي للدوله مثلا ما في اصلاح، ما في دوالي، ما في اصلاح، ما في مصاري، ما في. نحن بنعاني من هالمشكله. اعطال الهاتف والله يعني بشكل عام ما تصير اعطال هاتف، وحين ما تنضرب خطوط احيانا يعني. نحن راجعنا مواطن قال بيشكم بالمجرى اذا كان عنده هاتف وهاتفه جاهز بس ما موصول الخط، يمكن طلعنا اكثر من 5 مرات على الهاتف قال والله في كبل ارضي ما متوفر بسوريا بدنا نستورده، استوردوه الكبل الارضي وركبوا له بعد 3 شهور يمكن او 4 شهور. مركز المزارع هو عبارة عن مركز ريفي بيخدم مجموعة من الضياع والقرى المجاورة للمركز. بشكل عام عدد الخطوط الراكبة شيء 1300 رقم. ما نعاني من مشاكل هي مشاكل الشبكة بالقرى المجاورة، هي عبارة عن شبكة هوائية، فبتتعرض لكثير من حالات مثل السرقة، مثل العواصف الشديدة، الصواعق، فهذا هي مشاكل المركز بشكل عام بالنسبه للشبكات الهاتفيه. صعوبه الضياع جغرافيا يعني، طبيعه الضياع لانه اغلب الضياع هون بطرقه ضيقه، اعمال الحفر فبتكون صعبه كثير، فاغلب يعني مثلا من مدوعه اعمده خشبيه وشبكات هوائيه، فكمان يعني البيئه الجغرافيه هي اللي متاثره على الشيء هذا، الطبيعه الجغرافيه للارض. في نواقص بالنسبه للمصفين، يعني في مثلا عندك المياه قامت مؤسسه المياه بتنفيذ مشروع مكتمل للاسف يعني، بالاضافه المبنى قديم بحاجه للصيانه، مثل ما شايفين بده مثلا اعمال صيانه مثل الدهان، مثل دورات المياه، يعني بالاضافه يعني بده اعاده تهيئه من اول وجديد يعني. هلا انه عم تقول دورات مياه ما في، طالبتوا بهيدا الشيء؟ اكيد طالبنا كثير، و يعني للاسف الشديد ما تم التجاوب لحد. مين طالبتوا؟ طلبنا الإدارة. ليش ما تجاوبوا معكم؟ انه ما في ميزانية من شامل الموضوع هذا. قامت شعبة الشبكات، عفوا شعبة صيانة الأبنية بإعداد دراسي من شان صيانة دورات المياه ولحد لما تنفذت. هلا الصراحه لما يتعطل مثلا دراجه للموظف هي عم نطالب نحن الاداره، عم نطالب بصيانه الدراجات هي مشان يتمكن الموظف من الوصول، لانه مثل ما قلت لك انه هون المنطقه بتخدم ل 7 كيلومتر، فالضياع بعيده، وبدا مثلا دراجه، اكيد بدا دراجه، عم نطالب بهالشيء هذا، فللاسف ما بيصير تجاوب بهالموضوع هذا. الحل المركزي بشكل عام اصلاح الدراجات، تهيئه المبنى من اول وجديد، يعني تهيئه المبنى مثلا الخدمات، دورات المياه، مطالبه مؤسسه المياه، طبعا الاداره عندنا طالبت مؤسسه المياه، طالبتها مره واثنين وثلاثه، وفي للمدير العام، مدير عام المياه، بالاضافه الى مدير مياه منجيلا اللي نحن تابعين له، وما تم التجاوب لحد عليه. يعني بشكل عام هالمشاكل هي لابد من حلها مشان تمشي الامور بشكل منيح. والدراجات لابد، مثلا في عندي 3 دراجات في 2 من المعطلين، لابد من اصلاحها وتامين التامين مشان تكون الخدمه الهاتفيه تتامن بشكل مضبوط. ف برايي هيك لهي الامور لازم تزبط. Thank you.
كامل من كل العناصر، تمريض، أطباء أسنان، مخبر، صيدلية، قابلة، كل العناصر متوفرة. الأدوية كافية؟ في أدوية عم تجينا، معونات أدوية متنوعة، خصوصا أدوية القلبية متوفرة تقريبا بشكل كامل. الأدوية الإسعافية موجودة. أدوية الأطفال بعضها عم يكون متوفر بعضها لا. ليش ما متوفرة أدوية الأطفال؟ ما دائما عم تكون موجودة. كان عنا نظام الـ IMCI عم يأمننا كل الأدوية، حاليا ما كلها موجودة، في بعضها موجود. عم تطالبوا فيها يعني؟ ما أنا موجودة من المصدر، احنا عم نطالب، بس اللي بيتواجد عندهم بيبعتوا لنا اياه. نتمنى الأدوية تكون متوفرة أكثر، لأن في إقبال كبير على المستوصف بسبب الغلا وغلا الأدوية، فالناس بتلجأ كثير للمستوصف، فبتحب تاخذ دواها من المستوصف، فبنتمنى تكون الأدوية متوفرة بشكل أكبر. أدوية الأطفال، الفيتامينات هالفترة للأطفال معنا، أدوية التهاب للأطفال معنا، يعني أدوية الأطفال أكثر شيء. هالفترة من الشتي الأمراض اللي عم تجيكم أكثر شيء للأطفال؟ الرشح، التهابات البلعوم، الأنفلونزا كثير منتشرة هالفترة. في أنفلونزا هون؟ في. في بس الأنفلونزا العادية يعني. ما صار حالة وفاة يعني؟ لا الحمد لله ما صار عنا وفاة. كافة الأعمار، من الأطفال البالغين حتى الكبار المسنين عم يجوا لعنا، و 90% من الحالات عم يكون عندنا المواد موجودة. أحيانا بيصير هيك نقص شوي صغيرة، بس بتساعدنا يعني منطقة الإشراف، بس نطلبها بيجيبوها ما بيأثر فيها. شو مختلف؟ هلا نحن كان ناقصنا جهاز تصريف ضوئي وجابوا لنا إياه، ما قصروا، وكان ناقصنا بس مشان تحميض الأشعة، عندنا جهاز للأشعة بس ما عندنا تحميض، فما فينا عم نستخدمه. بس ما عندنا مشكله، الا مشكله الكهرباء شوي عم تضايقنا، بس ما تبقى كله موجود الحمد لله. وصلنا مشاهدينا لختام حلقتنا لهذا اليوم، اللي بنتمنى اكيد تكون نالت اعجابكم، لقيتوا فيها المتعه والفائده، واكيد نتمنى تكون وصل صوت المواطنين اللي كان عندهم شكاوي للجهات المعنيه، وتقوم الجهات المعنيه على حلها. نلتقيكم بحلقه قادمه، الى اللقاء.